التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة العمل المشترك لمزيد من تفعيل العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر ومملكة البحرين وتعزيز التعاون في كافة المجالات بشكل يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة، مستشار الأمن الوطني، قائد الحرس الملكي، أمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين، والذي نقل رسالة شفهية من ملك البحرين للرئيس السيسي تضمنت تأكيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ودعم البحرين لجهود مصر في مواجهة جميع التحديات داخليا وخارجيا، ولا سيما على المستوى الإقليمي. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت مناطق بدير البلح وخان يونس ورفح ومدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين. عدلت الولايات المتحدة صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لدعم وقف فوري لإطلاق النار لنحو 6 أسابيع في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين. ويعد هذا هو التعديل الثالث للنص الذي اقترحته الولايات المتحدة للمرة الأولى قبل أسبوعين، حيث أظهرت الصياغة الأولى لمشروع القرار الأمريكي تأييدها لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة. وتسعى الولايات المتحدة أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة. وقالت الولايات المتحدة إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه. وكانت واشنطن قد عارضت في السابق استخدام كلمة وقف إطلاق النار واستخدمت حق النقد الفيتو ضد 3 مشاريع قرارات لمجلس الأمن، 2 منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن المحادثات غير المباشرة بشأن وقف الأعمال القتالية في الحدود اللبنانية الإسرائيلية ستبدأ خلال شهر رمضان الأسبوع المقبل. وأوضح ميقاتي أن المسؤولين اللبنانيين يدرسون اقتراحا أمريكيا من أجل الدفع بحل دبلوماسي لوقف تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. وأضاف ميقاتي أن الاقتراح يركز على كيفية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 والذي أنهى حربا استمرت شهرا بين حزب الله وإسرائيل في 2006. أكدت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية أنها أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن و3 طائرات مسيرة ملغومة انطلقت من مناطق تسيطر عليها قوات الحوثي باليمن. وأوضحت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية أنها نفذت عملياتها أثناء انطلاق الصاروخ الحوثي والطائرات المسيرة باتجاه السفينة الأمريكية كارني في البحر الأحمر، مضيفة أنها دمرت أيضا 3 صواريخ مضادة للسفن و3 زوارق مسيرة. حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن والسابق دونالد ترامب انتصارات كبيرة في انتخابات الثلاثاء الكبير التمهيدية للحزبين الديمقراطي والجمهوري. وفي كلمة له عقب فوزه بـ11 ولاية أمريكية، تعهد ترامب باستعادة الاقتصاد الأمريكي مكانته وطرد المهاجرين الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي الأمريكي. رياضيا، تعادل طلائع الجيش مع الداخلية بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرية ضمن مباريات الجولة 15 للدوري الممتاز. وفي نفس الجولة نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز على سموحة بـ2 مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب. الفوز هو 8 هذا الموسم للمصرية ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، بينما تكبد سموحة الخسارة 3 في الدوري ليتجمد رصيده عند النقطة 19 في المركز 8 مؤقتا. مشاهدينا، انتهى موجز 9، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.